السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ في تنويه بسيط كده عايز اتكلم فيه، حصل معايا وبيحصل لما دخلت على اليوتيوب وعلى الانترنت. لقيت الموضوع منتشر قوي بس في ناس كتير ما تعرفوش. جات لي رسالة على الواتساب برقم من بره مصر. السلام عليكم، انا مورد، انا مدير الموارد البشرية لشركة امازون، وساب لي في اخر الرساله وعلى المفروض انا عايز ان انا اشتغل معاه، يعرفني مين ما اعرفش. فلقيت في اخر الرساله في لينك. انا طبعا ما بفتحش اي لينك بيجي لي، اي لينك بيجي لي ما اعرفوش مصدره مش معروف ما بفتحوش. فانا برضو هحاول اسيب لكم الصوره بتاعت الرساله هنا كده عشان تعرفوها. الموضوع ده يا جماعه منتشر قوي. خلوا بالكم عشان اي حد ممكن يجي له رساله على الواتساب او على التليجرام او اي برنامج محادثات، هيجي لك الرساله ومجرد ما تفتح اللينك يا اما هيعقر لك الجهاز يا اما هيتكلم معاك ويستمر معاك في الكلام لحد ما ياخد منك فلوس. هيقول لك انت خلاص ورقك تمام والدنيا تمام، بس مطلوب منك مثلا وليكن 100 دولار. فدي طريقه جديده في النصب وتهكير الاجهزه، يا ريت تخلوا بالكم عشان الموضوع دوت طلع منتشر جدا وما كنتش اعرف حاجه عنه. فمن واجب ان انا اعرفكم، هيجي لك الرساله. الرساله دي هتيجي عن طريق رقم من بره مصر، وانا مدير الموارد البشريه في شركه امازون. ده اوعى حد يفتح اللينك خالص، اللينك ومش اللينك ده بقى، اي لينك يجي لك من رقم غريب اوعى تفتحه، لانه في لحظه او اقل من لحظه بيكون مسك جهازك كله ودخل على جهازك كله وبقى معاه صورك، فيديوهاتك، محادثه، كل حاجه. فدي نصيحه لوجه الله، بلاش، خلوا بالكم من رساله امازون او ما شابه، يعني اي حاجه تخص امازون، بابا علي ولا علي بابا دي، ولا اي حاجه بقى من الحاجات اللي احنا بنشوفها على الانترنت دي. اوعى تفتح اي لينك ولا اي رابط، واول ما الرساله تجي لك اعمل حظر على طول، ما تفتحش اي حاجه. بعد كده امسحها، ويا ريت تعرف اي، يعني اللي يعرف الموضوع يبلغ اي حد يعرفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.